هذا والدي سجين سياسي قدامك، زين شوفي مقعد وحالته فد مرة يرثى إلها. فهو سجين سياسي 5 أشهر مصادق عليه، 5 سنين و5 أشهر و4 أيام مصادق على حكمه، زين. وحالته كلش، عيونه ما يشوف بيها نازل مي، وسبق أن وقع سوينا له عملية إحنا بالحوض ماله، وبعدين هسه ركبه 2 راحن سوافان. فشوفي مقعد يراد لعملية، زين. رحت راجعت صار سنة ماكو وزير، اجا وزير راح وزير، اجا وزير قابلت الوزير، كل شيء ماكو من الباب السجناء السياسيين، زين. كل شيء ماكو، يومية بتعي باكر، ودي عريضة جيبي عريضة روحي تعاي، ماكو. انت انتظري ايش وقت ما يدزون فلوس وينزلوني. يلا قابلت الوزير انه يسوي له استثناء، زين. يقول روحي سوي له عملية وجيبي الوصولات مال العملية واصرف لك، زين. احنا ما عندنا فلوس اكل ناكل، منين اسوي له عملية؟ فيما يرتبط احنا عندنا صلاحيات عامة اللي هي هذه، انه الاخوة المرضى يروحون يكملون فحصهم، ومثلا ارسل عملية ومن ثم يجيبون الوصولات ويصرفونهم وفق الضوابط مقدار معين، بعض الأحيان بشكل كامل، بعض الأحيان مصر. لكن أكو أيضا صلاحيات استثنائية للموارد الخاصة، وهي أنه رئيس المؤسسة إذا حال كما وصفتها أنه ما يستطيع صاحب أو أهل المريض أن يدرون العملية ما عدتها. نعم. نؤكد لهذه العائلة أيضا اهتمام السيد حسين، اللي أنا فهمت الآن من سيد رئيس مؤسسة السجناء أنه هذه المرأة سوف يصرف لها سلفة بما يكفي لإجراء العملية لوالدها الذي يعاني من أمراض. وإن شاء الله يعني أنا بس يرجع الاتصال مع الأستاذ حسين حتى السيدة هذه تروح إلى السيد رئيس مؤسسة السجناء وتقابله وتقدم له، بشرط أن تكون هنالك تقارير وتكون هنالك تفاصيل عن العملية. إيه نعم أستاذ حسين، أكمل أنه أنتم الآن عندكم استثناءات بأن تصرفوا سلفة. أنه بالإمكان ذوي المريض يوم الأحد، نعم، عندهم موعد يا مكتب رئيس المؤسسة، أي يجيبون التقارير الطبية اللي موجودة عندهم، إن شاء الله إحنا ما نقصر والشيء المتاح عندنا نقدمه لهم إن شاء الله.